سهلة، عطونا المفيد، عطونا المفيد. صات انت السميريكان صات باغي كونفرشن خايبين، لا علمنا كيفاش خايبين، لا نجيبو الكونفرشن بجوج دولار في ميريكان. وكاين واحد البنات اللي باقين دايرين، اش كدير اختنا في حياتي؟ وانا قريت وجالسه كنتسنى الراجل. تعلمك تدخل سوق راسك ولا دوا عليك تمشي دير ديك هكا وتخبى، فهمتي؟ وتبقى هكا وكلاشوني وتهرب من الكلاش، وما عندك ما دير بالحقاد، وما عندك ما دير ب لا كلاش بحال هكا. السطر راه الا الا جاوبتي، الا جاوبتي مشات اهم حاجه واخطر حاجه في هذه الحياه هذه، مشات لك الانرجي، والانرجي راه كتشرب الفلوس اصاحبي، الانرجي راه كتشرب بالفلوس. راه بزاف ديال الناس راه كينوض مع الصباح عرفتي كي داير داير وعايش في الحياه، وبزاف دابا راه كيتفرجوا فيها تيعرف راسو راه اختاري لي هادشي. علاش؟ لانه هاكا الفاكين فلوس اللي درت في 12 شهر الاخره كانت بحال هاكا، فهمتي؟ ديك اللعبه ديال كنخلصوا في الكونفرشن شي حاجه خياليه. نقول لك انا الكونفرشن وحده كنا كنخدموا عليها في فيسبوك كنصرفوا 400 دولار للكونفرشن، باغيين نجيبوا الكونفرشن على 400 دولار. وجيت انا نفسي هنايا قلت تمايا انا باغي نجيب الكونفرشن ب 6 دولار، فهمتي؟ 400 دولار يعني كتشرش من كاع الكمبيوترز كاملين، وانا راني والو على حقاش كنعرف المادافاكرز ريالكم. اول مره اجي نقول هاد الهضره هادي، على حقاش كنعرف المادافاكرز الحقيقيين اللي خدام على 1000 دولار في الكونفرشن، واللي خدامين على 2000 دولار في الكونفرشن، واللي خدامين، وهادو هما اللي كيكومبيتيوك. وانت جالس في ميريكان صد باغي الكونفرشن خايبين، لا علمنا كيفاش خايبين، لا نجيبو الكونفرشن بجوج دولار في ميريكان. صات تجي تجيبها اليوم وتجيبها غدا، ما تجيش تجيبها بعد غدا، يقدر تصدق لك نهار يومين ولكن ما تجيش تجيبها بعد غدا، وما تجيش تعيش الا ما كانش عندك شي بيزنس كتصرف به اليوم وغدا وبعد غدا وبعد بعد غدا. على حقاش مراتك ولادك باقي كيتسناوك تصرف عليهم، مراتك ولادك ما تجيش دير اليوم المبيعات بجوج دولار وتصرف عليهم، وغدا دير المبيعات بثلاثة دولار وتصرف عليهم، والغد لا تجي تشكي عليهم تقول لهم تقول لك فينا 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 يا ربوطة الراجل، تقول لها راه انت راه الفيسبوك راه طلع لي الكوست بيرسون. الاخوان كنضحك باي ذا واي، غنرجع للمعقول، المعقول وهاد الجمل الاخرانيين ديال الولاد وكذا وسميتو كنضحك. على حقاش البنات ليكم هاد الهضره هادي، على حقاش فهمتي دابا البنت في المغرب كتبان ليا باقا عندها واحد العقليه، ماشي الاغلبيه، كاينين بنات فهموا الوقت شنو خصها وماضيه تبارك الله، وكاين واحد البنات اللي باقين دايرين اش كدير اختنا في حياتي. وانا قريت وجالسه كنتسنى الراجل، فينا هما بهاد الزمان هذا كاع ما بقاو قلال، وكاع لا كنفترضوا ان هاد المادافاكر هذا كاين. واش علاش دابا علاش انت في نظرك راه ممكن باش ندويو بصراحه كاين اللي باغي يتزوج هكا شي وحده هكا صافي، وما شوف حسيتو بهضرتي بان كندورها بزاف راسي عاد كنقولها. الحقيقه عندنا واحد الفاكين كالتر ما كتخلينيش ندوي على راحتي، وانا ديما كنحاول نحترم الكالتر وكنحاول نحترم المادافاكرز اللي كيسمعوا ليا، فهمتي؟ ما اما انا عزيز عليا ديك ولكن ما قدرتش ندوي على خاطر. المهم خلاصه القول، سراختي تحركي، ما نقدرش ندوي، سراختي تحركي، ما بقيتش تسني الراجل، فهمتي؟ لا ولادي غادي تضحياتك كتسني. وهذا ما كان، وكما قلت الاخوان، وهذا حاجه وحده المحامي السط راه كيعطى الله عطى الله علاش تخدم، عرفتي؟ صاحبنا بنادم راه واحد خونا كان قد واحد السيت ديال البناوات كيبيع البناوات، ما غاديش نقول سميتو في هذا اللايف، يقدر لي قال لي اوكي هاني نقولها في اللايف الجاي نقولها. قد واحد السيت ديال البناوات في المغرب، اكثر ديال الناس كيتحنسر في شي عبار ديال البنو ديال الطوموبيل، كيمشي كيكتبو في جوجل ما كيلقاش اصاحبي. تتمشي انا مثلا كنت محنسر في واحد البنو ديال الطوموبيله ديالي في المغرب، فاش عند بيريلي هذوك الشركات كاملين، فهمتي؟ سلام كاين هاد البنو؟ لا ما كاينش، طلبوه نجيبوه لك من هنا سيمان. سلام كاين هاد البنو؟ تا تسنى من هنا سيمان. سلام داك تا كاين كاين هاد البنو؟ لا ما كاينش. المهم بقينا تما حاصلين، تمشي تقلب في الانترنت
وشريت بنو ماشي شريته كومونديشو وجاني من كازا جا لمراكش جا لمراكش وركبوه ليا. ومن بعد كنكتشف باللي الصاط اللي مقاد داك السيت اللي كيبيع البناوات انه دري صاحبي تصور انه مريح معاه شحال من مره وتقهوت معاه شحال من مره وجلس معاه شحال من مره وشفتو معايا في 70 الف ستوريه انا مول السيت دري صاحبي. ودي صدمني من بعد ملي نعاود له السطوره قال لي فراس شكون هو داك السيت شكون هو هذا المضفكر هذا وانا صاد. كاين بزاف ديال 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 المشاكل الناس كتعيشها يوميا عطى الله ما يدار ولكن انت باقي فهمتي سالا عطونا المفيد عطونا المفيد صاد انت متفرج رجع تفرج ما تعلمتيش الكلمه ديال المفيد اللي تجي تقولها الناس الحق باش تقال المفيد انت ما كنتيش حاضر وماشي كنتي كتسمع ولكن ما كنتيش كتصغي ما كنتيش طالق ودنك مركز في اللي كيتقال ما مركزش معاه. كون ركزتي كون خديتي المفيد ولكن ما كتكونش مركز مع الهضره تقالت قدام بلا وراك فيسبوك ادس من الاول حتى الاخر ولا كيفاش تقاد السطور وراك كلشي السطوريات ديالي فيهم كاع داكشي اللي تحتاج فهمتي سميها اللايف ماستري هاكا سميها الفاكين لايف ماستري داكشي اللي تحتاج في الحياه كامل باش تغير حياتك كامل تقال في السطوريات. ولكن انا السطان نقول لك واحد القضيه اجي عاوتاني اللايف الجاي ودوز حياتك كامله كتجي لي لك والله بين المفيد عطوني الجديد صاد خدمتي حتى بالقديم عاد بغيتي الجديد اصاحبي سير خدم بالقديم اصاحبي راه باقي ما ماش الناس راه داكشي اللي ديال كليك بانك اللي كنت كنخدم به في 2011 باقي خدام لي مايل ماركتينغ باقي خدام الفيسبوك ادس خدمنا به في 2010 باقي خدام كلشي صاد باقي خدام اشنو اخر جوجل ادورد باقي خدام شنو حاجه اخرى اللي بقى اهم حاجه بقى خدام الحاجه فاش كتخلص الفلوس على حق داش اللي كنتي داير فيسبوك بيج وكان عندك ديك الساعه الريتش في 2012 وكنتي ملعلع واش تحس انت هو با حاليا بكل رجوله ودراري صحابي وكنقول هاد الجمله هادي قدام وما كنحشمش واللي عنده عشرات المليون فيريفيد وراه غادي يكون حاضر في الاربا في ليات الصامت بالمناسبه عشرات المليون باج امريكانيه وعشرات المليون وفيريفيد وكان فهمتي ديك اللعبه ديال تحس براسهم مسيطر على الكون حاليا صاحبي كيشحج حاليا فهمتي راه فهمتي كنت دير 300000 دولار في الشهر في ادسنس فهمتي ديك اللعبه ديال هاكا عرفتي ديك اللقطه ديال الكليبات الامريكانيين ديال هاكا ديك الساعه كان كيدير لهم هاك حاليا الصاط راه فهمتي ديك اللعبه ديال عايش حدو قدو 300000 ما بقاش ولات 5000 6000 تخيل معايا من 300000 نزلتي لهاد وليتي كتشحت بالرجوله هي هادي داكشي فاش كتخلص الفلوس داكشي فاش كتخلص الفلوس هو اللي كيبقى داكشي اللي فابور كيسالي شتي الا كنتي كتخدم بشي ميثود فابور وسمع هاد الهضره مزيان الا كنتي كتخدم بشي ميثود فابور كتدخل بها الفلوس يحاول تجمع ودخل لجيبك باش من بعد تلقى ما تانفيستي علاش الا كنتي كتسمع هاد المضافكر ديال الطريقه المجانيه الطريقه الكذا كيف تجلب الترافيك مجانا الطريقه السحريه الطريقه ان ساوريك الطريقه كي تربح 20 دولار في الساعه الطريق الص داكشي راه ما خدامش علاو شوب ربي وما خلصتي لا درتي في شي حاجه في حياتك من الاخر على حق داش فيسبوك علاش نزل الريتش باش تمشي تخلصو باش تشري الريتش يوتيوب علاش نزل الريتش باش تمشي تخلصو باش يزيد لك الريتش صافي خصك تخلص الصوت خصك تخلص هادي ماشي علموهاش لك حتى في المدرسه الحاجه الفابور ما عمر تثق فيها على حقاش تصور صاحبي انت مشيت انا شخصيا شحال من مره كطلع انا في الطيران كتدخل تندخل ستارباكس السلام عليكم بغيت هاد القهوه هادي تقول لي هاد الحلوه هادي اليوم فابور تنقول ليه لا شكرا تنقول السطر هادي بيتو بغاو يتفكوا من الناس هادي هادي علما الناس ستارباكس هذا ماشي شي محل في راس الدرب كلاش كواحد خونا كتب كلاش لواحد خونا انا ما كلاشي حتى شي واحد وما عنديش حتى ما عنديش داك الشيء ديال نجلس نكلاشي هذا هذه كلاشي هذا كلاشي هذا فهمتي هذا ماشي معناه فهمتي حاليا ما كلاشيتش وما عادش نكلاشي شي خونا ولكن النهار غادي نكلاشي ما عادش نكلاشيش بفمي غادي نكلاشي بنادم غادي نفرعو بالاخر والكلب اللي تينبح
ما كيعطش هادي الهضره اللي نقدر نقول. اما بفمي ما نكلاشيش، انت فهمتي على كلاش الخونه، وانا راه ما عمري ما غادي نكلاشي بفمي. الحقيقه انا كنبغي نكلاشي بالخدمه، وانا عارف كيفاش غادي نكلاشي بنادم وغادي نفرعو من الاخر، ما غاديش نكلاشيش بالهضره. انت فهمتي على كلاش، انا كنحطرك كنقول لك الصات ما تضيعش وقتك، تسنى تبوستي في فيسبوك وغادي تربح، وتسنى تبوستي في تويتر وغادي تربح، تسنى تبوستي في كدا وغادي تربح. الصات هاد الشيء هادي هضره خاوي، خصك الصات هاد الشيء اللي كنتي راه كاين، ما جيتش تربح بزاف، ما شغل غادي دير 1000 دولار في النهار 2000 دولار في النهار بهاد الشيء هذا، ما يمكنش، ما كاينش، ما يمكنش. خصك تميز الصات غادي دير هاد النيفو هذا وتفوتو. اما فهمتي ديك القضيه ديال شحال واحد تقول اه فلان كلاشك فلان كلاشك صاد، ماشي هكا ماشي هكا ماشي هكا تتخاد الحياه. فلان كلاشاني اجي شنو الموضوع تاع حنا نديرو رطا حمال واحد تي كلاشي من الليل اخر كيرد عليه من الليل اخر صاد. خاص تعرف هذه القضيه تستعملها، شي ملي كيكلاشك شي واحد تيعطيك لينيرجي، هي جيف يو سام فاكين انرجي، كتاخذ ديك لينيرجي كتحرك بها باش تخدم بها. الا مشيتي تدويتي بفمك وجاوبتي بفمك مشات ديك لينيرجي، عرفتها هادي كلاشك شي واحد قال لك ما فيديكش ضحك عليك دوا فيك ما تجاوبش خليها فيك. عرفتي نفترضوا انه بحال قلتي جا غرس فيك، نفترضوا هذا لوكا ماشي حتى دوا فيك وكذا، جا غرس فيك موس فهمتي ديك داك خلي فيك ديك سير خدم بها. عرفتي الا خدمتي بها الصات فين غتوصل؟ غتوصل بعيد. ولا بقيتي داير لي ديك السياسه ديال الحمام اللي تيعلموك في البلاد ديال الاخر كيدوي من اللي انت كترد عليه من هنا، الاخر تيدوي من هنا تترد عليه صعب، ما تردش. والكلب اللي تينبح راه ما كيعطش، ولكن كون من دوك الناس اللي ما كتنبحش، ولكن نهار راه نهار. اجي لي نوصيك الصاد صراني، راني كنشوف الماركت كنشوف الاول دي الشيت، بالعكس يعجبني داك الكلاش يعجبني كدا تيعجبني، تاخذ صور تيبدلها تيقد عليها شي حاجه فهمتي تيطلعوها في الجروبات وكدا تيعجبني داك الشخص فهمتي. انا كنشوف ما كنجاوبش فهمتي، تنخليه عندي فهمتي. هذيك هي هذيك باش كتحرك. ولكن الصوت هذا الشيء ما علموهش لك في المدرسه، حنا باقيين كندويو على في المدرسه، ما علموكش البيع ما علموكش كدا. في المدرسه علموك تدخل سوق راسك، ولا دواو عليك تمشي دير ديك هكا وتخبى فهمتي، وتبقى هاكا وكلاشوني وتهرب من الكلاش، وما عندك ما دير بالحقاد، وما عندك ما دير لا صات. خصك سام فاكين هيترز، خصك الهيترز، خصك شي ناس يحقدو عليك. الا بغيتي تزيد في حياتك القدام خصك الحقاد، خصك شي ناس يحقدو عليك، خصك شي ناس ما يحملوكش، وهذوك الناس تيكونوا هما السبب انك كتحرك. ولكن شكون اللي تيعلمك هادشي؟ انا يو نيد سام فاكين هيترز ديال جراند كاردون ماشي ديالي، فهمتي؟ هادي ديال ماشي ديالي، هادي ديال جراند كاردون. We need some fucking haters. وتا هو قال لك تا هادي ما كيعلموهاش في المدرسه، وكيعجبونا هاد الجمل اللي كيساليو ماشي يعلموهاش في المدرسه. We need some fucking haters. شي واحدين حاقدين على دير امك خاصينك، وخا تشريهم بالفلوس فهمتي الصاد، خصك تشريهم بالفلوس خاصينك. ما يمكنش الصاد، انا شخصيا اللي محركني هما الفاكين هيترز الصاد. عرفتي صاحبي راه الا ما نطش مع الخمسه الصباح يقدر يطيح ليا شي هيتر في راسي ونوض بحال هكا ونقول لا على قفل على قفلتي، غادي نوض وغادي نمشي نخدم وغادي ندير اللي عليا صاد. انت ما تيتسالك حتى شي واحد شي حاجه، ما كدا انت بخير كدا، بالسياسه ديال المدرسه ديال خصك تراضي كل شيء فرحان غادي عايش جنب الحيط كدا والسياسه ديال الحمام حتى هي ديال اش قال لك هذاك خونا حمار حتى انت الحمار هو باك تا 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 فينك كتقص تجاوب الصاد. ما واكلاش بحال هكا الصاد، راه الا الا جاوبتي مشات اهم حاجه واخطر حاجه في هذه الحياه هذه، مشات لك الانرجي، والانرجي راه كتشرى بالفلوس اصاحبي. الانرجي راه كتشرى بالفلوس، راه بزاف ديال الناس راه كينوض مع الصباح عرفتي كيداير داير وعايش في الحياه، وبزاف دابا راه كيتفرجوا فيها تيعرف راسو راه في طاري لهادشي. علاش؟ لانه عايش في وسط واحد الوسط ديال اللي جا كيمص منه وتيدوي بزاف، كيدوي بزاف. انا الهضره كامل كنقول ما عندها حتى شي علاقه لا تتمص ليها الانرجي ديالي، عشان نعرف اش كنقول. تيدوي بزاف، بغيت ندير وبغيت ندير واجي ندير، ما تقولهاش للناس الصحاح
كون جيتي قلتيها لي انا غادي تضوب لك في جوج، تولي ديك الانرجي اللي عندك في جوج كتمشي عند الناس الغلط. انا بغيت ندير وبغيت ندير طريحة عصيري اش عندك ما دير، اسبقوك عليها انت تكون بحال ولد حميده. ولد حميده ما تفروش تجي انت من وراه تفرون انت الصاد صايف فرشخك، كتمشي عاوتاني كتشعل الجزيره. واليوم قتل القاش اخجي يا سفاره تمشي للفيس، اللهم ان هذا اش دخلك انت في هذا؟ ما هذا دي دوله مضاربه مع دوله مع سي اي، ما انت اش دخلك في هذا؟ انت ما عندك الدرب، انت واخد ما خط تدرب في لافير، بوستي في الفيسبوك ما دويش، كيجيو الخوت تحتك في الكومونتير اه لا والله الا زعما كذا زعما راه جي يحرروه هما القضيه وجي يطلعوه هما هما جي يطلعوا الملفات اللي جايه جي تطلع اه هذيك البلاد والله ما بلاد الصاد صاحبي انت صاحبي دواركم دواركم نهضر في الروينه ما قدرتش قادة تعالج مشكله طاريه في تركيا صاحبي، وما بين داكشي داكشي فهمتي داخله في المخابرات ديال شحال من دوله والروينه صح، وكتضيع الانرجي ديالك كتمشي حياتك بحال هكا. هاد الموضوع هذا جبدتو فهمتي وحاول تجبد واحد الطريقه سطحيه، هي ما خاصنيش نضيع فيه انا، ما خاصنيش ندوي ما خاصنيش ندوي عليه، كدوز حياتك صاحبي بحال هكا كتمشي عاوتاني تطريح مع خوت فراس الدرب كتكمل الحشيشه صح، والحشيش هو اللي تيسالي مع بنادم فهمتي. الحشيش على حقاش عندي صحابي كانوا عندي سام مادافاكرز مادافاكرز باحترام، على حقاش كتسمع كنقول مادافاكر على المينتور ديالو كنقول مادافاكر حتى على الناس اللي ما فيتجاوش، كانوا عندي سام مادافاكرز صحابي اللي كيطيروه اللي كيطيروه السطر شي كيطيروه المستوى الذكاء ديالو تاع الاي كيو ديالو مع ديالي ما نجيوش فهمتي، ديك اللعبه ديال خوتنا كيطيروه صافي. دارت الفلوس كدا بداو المخدرات بدا الحشيش مشاو مشاو على حقاش الصاد كي شوف تي بلان يا جي دير ولكن راه ما يقدرش يدير فهمتي، على حقاش الصاد شنو شنو باغي يدير؟ حنا كندوي على واحد الانرجي ديال باش تحرك الصاد راه هادي الضرب جوين هادي طري. انا شوف بالمناسبه اش اللي كيعاودوا اليوم، انا ما عمري كميت ما عمري شربت ما عمري سميتو فهمتي، وسول عليه الدراري صحابي يقول لك هذاك هذاك المدفكر ما عمر ما عمر فهمتش كنريح. شوف كنت ساكن مع الدراري صحابي جوندار بالمناسبة كنت ساكن معاهم فهمتي، وكنت كنت كنت الدنيا بخير والدنيا مزيانة والكارو ما تيحبسوش، كارو تبع كارو بسبب الضغط ديال الخدمة ديالهم تن 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 تفهم داكشي، وكان ديما باكي يطلق كارو ديما حطيتش يقول لي بنادم تقول لي هاك كمي الصاف لا، كنت عايش مع بنادم اللي كانت عنده الثلاجه عامره بالشراب 24/24 منهم الدراري صحابي اللي قلت لك راه تيطيروها في السماء وكانوا فواصلين في الخدمه ديالهم عرفتي كانوا كيديروا صاحبي، والعمر ديالهم قليل كان كان الدراري في 19 عام من ود الروينه صافي اون فوا باش يضرب الجوين مشى سالي الفيلم الصاف، لان انت هو براسو كيعاود لي لان هذا صاحبي كيعاود لي كلشي بصراحه ما يكذبش عليا، قال لي اخي السي معرف شي اخي السي معقل تاع ديك الايامات ديال الانرجي اللي كنا كنريحو قدام السي محمد السيس وكان بلاني واجي نديرو نفس الرابيد شير ونفعلو وكذا ونديرو سيت تاع الابلود ديالنا كبير ونتقاتلو طا 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 ولينا او كنا قادين واحد سيت تاع الابلود وطلعنا حتى شي 10000 اليكسا كانوا عندنا احلام كبيره وكنا كنتقاتلو هاد الصاد هذا حتى هو كان فهمتي، وديك الساعه بحال قلتي هو تيفكر هنا انا كنفكر غير هنا، هو هارب عليا في التفكير ديك الساعه فهمتي، هو هارب عليا في التفكير بزاف داك الدري، ومن بعد تنصدم فيها صاحبي قال لي اخي السيم راه اخي بحاجه نقول لك راه هي فهمتي راه هي هاد العشبات راه خطير، لان فهمتي كاع ديك ديك باش تحرك الضربه الصاد ترتاح ديك العصافي راه علاش الصاد تحرك انت راه تملك الدنيا وما عليها صاحبي، واش عمر شي شي واحد ضرب شي جوان شي سيف غادي يفرشخ في عباد الله؟ ما يمكنش عمر شي واحد شي جوان وحقد على الخدمه وبغى يسالي خدمته لا صاحبي فهمتي علاش واحد انت تيجي عندي تيقول لي راه شي واحد مضرب بالسيوف انا طلعها شي حشيشيه كنقول لي لا دوك كل عليهم سكيريه ماشي حشيشيه، على حقاش كون كانوا حشيشيه وضربوا الجوينه شكون نعسوا كاملين وتهنت الوقت فهمتي. هذا عناد الدري هذا كيقول لي صافا الصطا تجي ندير تجي ندير تجي ندير تجي ندير، كنرجع غدا كنسقسي فيه في دارهم تيقول لي الوالد ديالو راه ما كاينش خرج مع الدراري صحابو، الدراري صحابو كنعرفو هما اللي خرجوا عليه، كنمشي كنقلب عليه تمايا في مسيره واحد كنمشي تلقاه فهمتي داير سيتيفا طاك 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 داك الجوان غادي جاي فهمتي، تنجرو تنقول لها مضرا درتي داك الشيء اخاي السيمو راه ملي مشيت وانا ناعس الساط راه على حقاش صافي فهمتي، راك وصلتي لقمه الهرم كاين داك الهرم ديال الماسلو بحال هكا
اول حاجه كتقلب على الماكله وتعيش سيرفايف، ثاني حاجه كتقلب على شي دار فيها عاجب تخبع وكذا وسميتو، ثالث حاجه وغادي داكشي طالع يعني ممكنش تدو مع شي واحد على الحب وكذا الا ما كانش في الدرجه الثالثه، ممكنش تمشي عند شي واحد ما واكلش ما معشيش ما لاقي ما ياكل تقول ليه، تقول لها الصاد راه كاينه واحد المشاعر زوينه كاين الحب والزوجه ولا تقول لك الله ينعليك الوالدين حنا كليله بعدا نشوفوا الزوجه والاولاد وهذا الشيء، فهمتش يعني قصدوا على كل واحد في المستوى ديالو. ولكن المشكله اللي كطرى يا خونا راه يكون كاع ما 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 لاقي ما ياكل، فهمتي ما لاقي ما ما لاقي ما ياكل وما لاقيش فين يبات، ولكن اون فوا يضرب العشبه غادي يطلع غادي يطلع لفوق الهرم، فهمتي يطلع غادي يطلع لك فوق الهرم غادي يطلع لفوق ما يبقاش بغي ينزل حتى يمشي لفعول ديال العشبه صافي تلقاه فهمتي دار بش على كاع دوك اللي لتحت بلا ما غادي نقولها شنو دار فغيمون والله هذيك اللعبه ديال ديال اللي يقدر يقدر انت تبان ليه يقول صافي انا احسن من هذاك ولكن اصلا ما جيش ما ما فهمتي ضيع حياته وضيع على هذا اللي يقدر فاكين انرجي ما تضيعهاش الصاد ما تضيعش الفاكين انرجي ديالك فهمتي وبزاف ديال الناس ديك الانرجي ما تجاوبش في الهضره كلاشك الصاد هي جيف يو هي جيف يو هيز انرجي عطاك الانرجي ديالو شكرا الصاد ولكن الا كنتي كتفكر بهذا الفاكين مايند سيت اللي كنحاول ندوز لك الصاد كلاشيني سبني كذا راه نتوما اللي طالعين هذاك خونا ديال غدا لا يفرحكم كاملين بالخدمه نتوما اللي صنعتوه هو ما دار حتى حاجه صات يو نيد سام فوكين هيترز هذوك الهيترز ما عندكش خص تصنع فهمتي بحال الجراند كاردون كينصحك تيقول لك فهمتي يو نيد تو كرييت سام فوكين هيترز وين فوا جيت تمشي تحرك دير شي حاجه زوينه في حياتك اجي حضروا هيدير شي حاجه زوينه ما تحتاجش تمشي تقول له الصاد شحال نخلصك تحقد عليا الصاد شوف هير دير شي حاجه زوينه في حياتك كاينين فهمتي السيستم السيستم مقادو السيستم مقادو جالسين بحال هما الخوتنا اللي كندوي عليك تندوي عليهم فهمتي متفرجين جالسين بحال هكا داير بحال الرادار طيط 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 هذاك المضفكر بغى يطلع اجي نجرو ينزل اجي صافي يجرو صافي هكا فهمتي يعني الصاد انت تحرك اجي حضر اجي حضر اخوان سالت لي قرعه الماء نجيب قرعه الماء ونرجع احنا جبنا هذا الموضوع مهم فهمتي هما شوف الله الاخوان لا تنقول فد 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 العام الاخراني راه شاركت ايفري فاكين شيت يو نيد كاع داكشي اللي تيخص والتكنيك مع شحال من دري تيجي تقول لي اخاي سيمو تدوي لنا على كل شيء ولكن ما كدويش لنا في التكنيك اجي اخويا قول لي علاش ما دويتش لك في التكنيك فيسبوك از هاك اخويا الدوره ديال بيلال تيها وسر شوفها ليه وخدمها لا بغينا شي حاجه ديالك الصاط علاش صاحبي انت مرتبط بيا انا ما انا ما مساليش نقد فيسبوك ادز وداك الشيء لحقاش كاين راسي تجي يقول لي انت على راسي انا الا جيت نقد داك الشيء تقول لي راسي انت حمار على راسي فهمتي تقول لي انت حمار داك الشيء كاين وكتعاودو ولا بغيت كاع ندير شي حاجه بغيت ندير شي حاجه عزيز عليا داك الشيء ديال ديما تلعب كبير دير شي حاجه كبيره ما عنديش مع شي حاجه تلعب صغير لعب كبير هي اجي نوريك النمبرز ديالنا اوكي بعنا فيسبوك قد قد ديال المليون دولار ديال المليونز مليونز ديال الدولار في 12 شهر الاخره ها انت شوف كدا طططط ها لي برودوي اللي بعنا ها علاش خدمنا كيفاش اختارنا الصاد هذا الشخص اللي تخلص عليه وانا ما محتاجش فلوس حاليا لان الفلوس كتجي مع الهضره فهمتي وسيرتو خدام على ستان فاكين بيج شيت فهاد الشيء فهاد الاخره ديال حياتي خدام على شي حاجه كبيره وين فوا دي نبدا نبيع لي كور من بعد ملي تبان داكشي الكبير يقول لك دار داكشي الكبير على دار على دار خوتو فهمتي ديك الهضره الخاويه داكشي الكبير داروا على دارنا اصلا الصد ما بيعش ليك ما ربط معك حتى علاقه ما تعطيني ما نعطيك ما كدا سير اخويا بغيتي فيسبوك كاين بلال كاين يوديمي كاين كدا كاين كدا انا ما غادي نبارطاجي حتى شي حاجه لان داك النيفو اللي كندوي عليه كبير علاش غادي نوريك الارقام ديالي علاش غادي نوريك المبيعات ديالي علاش غادي نوريك البرودوي اللي خدامين علاش غادي نوريك داكشي كيديروا ايزرا فاير ستون كيتخلص ما كاينش اللي يبارطاجي معاك هادشي كاينش اللي يحل لك الكونت ديال امازون يقول لك هاي هذا الكونت ديالنا ديال امازون كما كتشوف التوتال ديال لاست 12 مانث ديال السيلز داك 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 ديال الدولار تطلع ما كاينش فهمتي اللي لو حلتي بارطاجي معاك الانفورماسيون ديالو بحال هكا كيتخلص الصوت ما كاينش شي واحد ما كاينش شي مدفكر كيديرها فور فري ولا كان كيديرها فور فري
ما يجيش تجيبوا لي، ولكن كي يديرها فور فري عرف راه يطلع لك شي كونت ديال امازون ديال كيف تربحوا 1000 دولار في الشهر من كيف تربحوا 2000 دولار 5000 دولار في الشهر استاذ النمبرز كاع شي دير مازال كدوي دابا بالمليون شحال كدير من مليون واجي دوي ديك الساعه يعني شحال مبقاش مبقاش دابا حاليا حاليا المضافكرز كلشي كيدوي بالمليون مبقيت كنريح مع حتى شي مضافكر من سميتو مبقاش المضافكرز كاملين تيدوي بالمليون فهمتي علاش نقول لك دوك خوتنا اللي تيكلاشي ودوك خوتنا راه عايشين في واحد العالم اخر هذوك خوتنا فهمتي محنسرين حاليا تيعانيو ما العالم غادي ليه وما غادي ليه وكلشي غادي عندهم في الداون الصاط غادي تجي انت بحال قلتي انت غادي كتقاتل مع خوتنا طاكا 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 فراني ترجع اطرا علاش ترجع اصاحبي سير الصاط كمل سير كمل فهمتي راه انت تفرع بنادم لا تبان ليه في الخط ديال النهايه وشحال راه هاد المضافكر زادو غادي يكونوا غادي يبانوا لك في الحياه بزاف غادي تكون خدام وكل ما كتزيد تخدم وتزيد تافونسي غادي يستافد السوق عرفتي شنو هو السبب ديال الاستفزاز ديالهم ليك واش عرفتي شنو هو السبب ديال الاستفزاز ولا يجبدوك ولا كدا ولا شي ديستراكشن باغي يدير لك ديستراكشن باغي يلهيك هو عنده اللقطه في ديك اللعبه ديال تعطلتي ولا فرانيتي ودرتي ودويتي معاه ولا باغي يلهيك الصاد كل ما تلهيتي كل ما ضيعتي الوقت في صالح الهيترز ماشي في صالحك صاد الهدف الهي ماشي الهي عوما معلم صاد شنو تقدر نقول لك ما تبقاش تبقاش تمنيت اصاحبي تمنيت تكون كانت عندي هذا الفاكين مايند سيت شحال هذا تمنيت ولكن اصاحبي راه تحاول تيمبروفي راسك انا باقا تنامن بلي باقا غادي نزيد ان شاء الله نتحسن لحقاش الناس اللي كنريح معاه فهمتي هاربه عليا انا تحسن مني باقي كنزيد نطمح باقي كنزيد نتقاتل باقي يومين كنتعلم باقي كنتعلم عليك كنقول ما تبقاش تقول ديك اللعبه ديال انا راني عارف راه اكثر حاجه كتخرج عليك هي ديك انا راني عارف انا راني عارف انا راني فاهم دوي معايا انا نقول انا ما عارفش انا راني ما فاهمش وما عارف حتى حاجه وباقي كنتعلم هذا هو الفرق ما عمرك تقول انا راني عارف هادشي عارفه وعارفه وما درتش والو في حياتك وعارفه وعلاش ما درتيهاش جاوب ما ضفكر ملي عارفه علاش ما درتيهاش باقي شي حاجه اخرى الهضره عارفه وعارفه علاش ما درتيهاش وكما قلت في هذا المثال الاخراني على المتكبر وداك شي حاجه اخرى هي راه في هذه الحياه تحتاج عباد الله خاص تمشي عنده خاص تمشي عنده مزيانك تقول لهم فلان انا محتاجك الشيطان اجي تسالي اجي تسال اللايف ديال جوج دقائق صافي انا نسيت راسي بقيت كنقول حتى كملت الساعه عاود طلع لي ميساج انا باللي راه بقات هنا جوج دقائق غادي يسالي طلعوا لي فراسكم تبارك الله عليكم كما قلت فهمتي بغيتي تفرو في حياتك خاصك تعلم البيع خاصك تعلم البيع دفاكين ماركتينغ خاصك تعلم البيع بغيتي تفرو في حياتك دير في شي حاجه في حياتك خاصك تعلم الماركتينغ ما درتيش ما تعلمتيش الماركتينغ ما دير حتى حاجه في حياتك وسمح لي يا اخاي من الاخر واش ما تعلموش لك في المدرسه جوج خاصك تحافظ على الانرجي ديالك العالم كامل حاليا داير على الانرجي كاين بزاف ديال الحاجات بغاو يمصوا منك ديك الانرجي ديالك فهمتي التلفازه جرائد الهضره خاويه في راس الدار سام فاكين فريند اللي عايش معاهم وشي ناس كيتمشاو في الشارع الشغل ديالهم هو شي يشوف شي واحد عنده الانرجي خاصو يبت الشورت حتى هو يمص عليه كامل حيت تقول لي ماشي يجيك خاص يسمو هاد الحماس هذا صار اي بروتيكت ماي فاكين انرجي جوج ثلاثه كلاشات هضره هكذا اي حاجه فهمتي داكشي كامل كتخدمو لصالحك ظروف خايبه كتخدمها لصالحك عندك شي حاجه خايبه في حياتك كتخدمها لصالحك شي واحد تسبك خلي عندك داكشي خليها لصالحك فرسو فيك موس خليها لصالحك خلي ديك الانرجي ودوك الغدايد خرجهم في الخدمه طرات شي حاجه خايبه في حياتك كدا خليها لصالحك خرجها في الخدمه حافظ فهمتي زيد على الانرجي ديالك وخرجها في الخدمه ما تخرجهاش في ارض الشاخ لا بلا 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 السطل شتي لا قلت شتي لا قلتي شي حاجه مشات لك الانرجي ديالك غتولي فهمتي غادي تبان فيك غادي تبان فيك غتولي فهمتي تبان محنسر السيطان طلعوا لي فراسكم بقى 7 ثواني تبارك الله عليكم ساعه سعيده بالتوفيق لكم كاملين سيف للاسف ما كايناش طلب